السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوش الإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهد القناة فضلا اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده هوت، يعني كان في سؤال، أنا عندي الفراخ ما بتاكلش، يعني سايب لهم الاكل قدامهم 24 ساعة والحصالة بتاعتهم ما بتنتليش، يعني ما بيبناش حصالته. طيب ايه العمل؟ احنا قلنا كتير في الفيديوهات انت ما تسيبش الاكل قدامهم 24 ساعة، او ما تسيبش الاكل قدامهم كتير، تمام؟ بنسيب قدامهم بالفعل المية قدامهم 24 ساعة، المية اللي بنبدأ نغيرها في الحر ده، واحنا عملنا فيديوهات بالنسبة علشان خاطر الحر وكده، فبنبدأ نغير لهم المية كل فترة، تمام، علشان ما يجي لهمش مثلا برد، ما يتعبوش مننا من الحرارة. فممكن مثلا في الحرارة دي تلاقيه ديك مثلا واقف قاعد يشرب مية، يشرب مية من ويتعب منك، تمام، يشرب يعني المية بتبقى سخنة، فبتبدأ بعد كده بتبدأ تتعب له معدته، فتلاقيه حمامه كله مية 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 مية، فبتبدأ اللي هي تخلي الديك يبدأ اللي هو ينشف، ويبدأ اللي هو ينبرم، ويبدأ معاك اللي هو فنكانه يموت، تمام. فطبعا احنا زي ما قلنا بنبدأ نحط مثلا دواء للسخونية في قلب المية علشان يبقى خافض حرارة في الجو الحر ده، تمام، ونحط مثلا مع دواء السخونية دوت كبكت، تمام. ده في الايام بتاع الجو الحراره ديت. في ناس هيقول لك كل يوم والكلام ده ماشي شغال، مثلا كل يوم انت بتحط لهم في السقايه مره، بحيث يبدا الحاجه تكون عندك مظبوطه، ما يبقاش مثلا الحمام بتاعه فيه اسهال، ما يبقاش فيه كده، يعني الكلام ده كله. طيب انا عندي الفرخ طبعا ما بياكلش، ولو حطيت له الاكل قدامه كتير ما شاء الله، وجايب له عليقه، وجايب له مثلا كلفة، وجايب له كل حاجة، وبحط له بواقي أكل برضه ما بياكلش، وما بيملاش الحصالة بتاعته، تمام. ايه اللي ما بيخلوش يملى الحصالة؟ لأنك أنت سايب الأكل قدامه 24 ساعة، بيبدأ الأكل ده هو لو أنت مثلا زي ما يكون أكل مثلا حامض، ما بيبقاش ليه نفس اللي هو ياكله، زي ما يكون مثلا الواحد كل يوم بيبدأ اللي هو ياكل مثلا زي إيه، مثلا جبنة، فراخ فراخ، لحمة، فطبعا بيجي مرة واحدة بيجي من الحاجات دي بيبدأ اللي هو يجيله، يعني ما بيبقاش ليه نفس للأكل وكده، تمام. فايه اللي انا بتعامل معاه؟ باجي في الوقت مثلا بعد العصر، قرب المغرب، قبل المغرب بساعة، وابدا مثلا اروح حاطط لهم الوجبة بتاعتهم، انا سايبهم طول النهار من غير اكل، تمام. باجي قبل المغرب بساعة ببدا اللي انا اعشي الفراغ بتاعتي. جرب كده هتلاقي اول مره الاكله بتاعته ممكن هتكون اكله يعني ايه، يعني مش مال حصلته والكلام ده. هو كده كده الحر على العموم ما بيخليش الحاجه تاكل جامد. لو انت حطيت لهم الاكل في وقت الحر هتلاقيهم هم مش هياكلوا خالص، وفنكانهم ما يبصوش للاكل، ولا مش هيفنكانهم ما يملاش حصلته كمان. لكن لو جيت في وقت الطراوه بعد العصر قبل المغرب بساعه، بدات اللي انت تحط له الوجبه بتاعته وهو جعان غصب عنه، هيبدا اللي هو ياكل. زي ما احنا بنقول الواحد بيبقى صايم، بيجي وقت الفطار فممكن تشرب شويه الميه، احنا ممنوعين عن مثلا الميه والاكل والكلام ده، لكن الطير قدامه الميه 24 ساعه، تمام. فهو بيشرب الميه بتاعته، تمام. انت حاطط له مثلا في الميه بتاعته فممكنك تحط له الكبكت، او ومثلا فلاجين مطهر معوي، تمام، دواء للسخونيه، كيس معالجه الجفاف، تمام، سودستين. الخلطه اللي احنا بنعملها ديت لو عايز تعملها كلها بتعملها، تبدا تحط لهم في السقايه بتاعتهم، هتلاقي الحاجه انت هتبدا اللي انت تحافظ عليها، تمام. يعني بتبدا مثلا بيجي مثلا في العش مثلا كتكوت بيبقى مبروم، بيبقى مثلا مكمنه كان اخواته مهيفينه، فبيبدا اللي هو تلاقيه خاسس والكلام ده، فبيبدا بعد ما بيكبر في العمر بيبدا اللي هو يظبط نفسه ويبدا اللي هو ياكل. انت لو اديته شوربه من بتاع الديدان، وبدات اللي انت اتعاملت معاه كويس، وبدات اللي انت مثلا تبدا تهتم بيه، هتلاقيه بالفعل هيبدا اللي هو يتظبط معاك، تمام. زي ما انتم شايفين كده دوت، يعني خضار ده بالنسبه خيار، تمام.
بدأت اللي انا اجيبه اقطعه لهم حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين، ببدأ اللي انا اخرطه لهم وابدأ احط لهم الاكل تمام. وبعد كده ببدأ اللي انا اجيب انت بتأكل يا ابو اهلا، ببدأ اجيب يعني اللي موجود عندي في مكان مثلا في يوم ببدأ اجيب عيش مدشش، ابدأ مثلا ابل عيش واحط عليه شوية علف فمكان اجيب مثلا شوية علف على شوية ذرة اصفر. فهو اكتر الحاجة اللي عندي حبوب صفرة مع حاجات بواقي اكل وكده، بيبدأ فضلات الاكل مثلا عندنا ولا حاجة بتبدأ اللي انت تحط له الاكل هيبدأ ياكله. دلوقتي برضو انا زي ما انتم شايفين بدأت اللي انا قطعت له الخيار والكلام ده، الخيار ده مثلا كانت مثلا ايه شوية شروة كده، فبدأت اللي انا جبتهم مثلا من البياع، وبدأت اللي انا بدل ما هم يترموا مثلا او هو يرميه خدتهم منه مثلا كده، وبعدت ايه بدأت اللي انا قطعت له قطعتهم زي ما انتم شايفين كده، وبدأت اللي انا حطيتهم للفراخ. هما دلوقتي مثلا جعانين ويعني حصلاتهم فاضية مثلا قرب المغرب والكلام ده، قبل المغرب بساعة، فبتبدأ تلاقي الحاجة يعني ملهوفة عايزة تاكل. تعالوا نشوف بقى مثلا حطت لهم اهوت ادي الخضار سبته لهم اهوت، ده بقى مثلا شوية مثلا علف تمام، على شوية ذرة على شوية دشيشة تمام، بدأت مثلا يعني ايه يعني شوية علف على شوية دشيشة تمام اهو كده. الحاجة مثلا معاك جعانة انت لو عايز الحاجة تاكل، ابدأ اللي انت جوعها طول النهار، سيب قدامهم المية 24 ساعة، وتيجي زي ما احنا بنقول انا بكرر الكلام اهو، بحيث مثلا في ناس يسمع الفيديو ويرجع تاني يقول لك طب انا بأكلهم ازاي ده بحصلته بتبقى فاضية برضه. فدي زي ما احنا بنقول كده اهوت، ابدأ اللي انت جوع الفراخ طول النهار، وتبدأ قبل المغرب بساعة ابدأ اللي انت حط لهم الاكل، حتى في الاكل في الطراوة هتلاقي الحاجة الجو طرة، هتبدأ تحس اللي هو هيملى حصلته، هتلاقي في فرق كبير جدا جدا. ايه انت جرب كده هتلاقي في فرق كتير جامد. انا بتكلم بناء على السؤال اللي جالي امبارح، مع ان كان في فيديوهات قبل كده برضو معمولة اللي انا عندي الفراخ ما بتاكلش واتعامل معها ازاي، قلت له جوع الفراخ خليها طول النهار، او الطير عموما اي طير، حتى لو عندك حمام عندك وز الكلام ده كله، البط والكلام ده لو جيت اكلته هتحس ان الجسم حتى لو هو جسمه مش مظبوط هتلاقي الحاجة بتبدأ تظبط معاك، الحاجة اللي هو الاكل اللي هو بياكله بيبدأ يستفاد منه، مش طول النهار قاعد ياكل والكلام ده ما بيستفادش حاجة منه، لكن لما بتحط له طاقة واحدة في اليوم بيبدأ اللي هو ياكل الطاقة بتبدأ تبان عليه، تلاقي حصلته بانت، كل وملح حصلته، يبدأ اللي هو يشرب، يبدأ اللي الجسم اصلا بيبدأ يستفاد منه. واشوفكم في فيديو تاني مع اجابة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.